الحميدي محمد بن بريك البري. نعم بالفعل هو سن صاعد لهذه الرياضة العربية الأصيلة، وسن المتعة والإثارة دائما وأبدا هنا مع هذا السن الصغير، ومع أيضا نجوم تتتالى ونجوم أيضا تبرز وتظهر، وأيضا يكون لها حضور وبروز في هذا السن. على كل حال مشاهدينا ومتابعينا الكرام، هذا هو شوطنا السادس ضمن هذه الأشواط المفتوحة المسائية، نتابع وإياكم مقدمة هذا الشوط ومن يحتل المركز. الشوط السادس مخصص للحقائق القعدان، المركز الأول الواعي، من يحتل المركز الأول ومقدمة هذا الانطلاق الواعي، تعود ملكيته لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني وراشد بن عبد القادر البلوشي، من يتولى عملية تضميره. ننتقل وإياكم إلى المركز الثاني، من غير إلى المركز الأول. نتابع وإياكم المركز الثاني اللي غير إلى المركز الأول في هذه اللحظات، الأسد لهجن الشحانية وحمد بن علي بن حلفان المري، من يتابع في التضمير. يا سلام، الله الله، المبدع المبدع دائما وأبدا. هذا هو مشاهدين الكرام، خمسة أشواط مضت وسلاماتها ذهبت إلى هذا الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، ومع هذا المضمر البارز دائما وأبدا حمد بن علي بن حلفان البري، هو من يتواجد مع المقدمة مع الأسد في صدارة هذا الشوط. المركز الثاني يتواجد فيه الواعي لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني وراشد بن عبد القادر البلوشي، من يتولى عملية تضميره، ولكن وصول من شعار سعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، من يتواجد على المركز الثالث وغير إلى المركز الثاني، علي بن حمد بن جرحب المري، من يتولى عملية تضميره. الله، هذا هو الشاب المميز كذلك، علي بن حمد بن جرحب المري، من يتواجد هنا الموهوب نعم يتواجد هنا مع هذا الشعار مع شاهين، بينما الدور والنقلة عند المركز الرابع، ومن يحتل المركز الرابع يتقدم فيه مشاهدينا الكرام النادر لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن آل ثاني. ننتقل إلى المركز الخامس، ومن يحتل المركز الخامس يتواجد فيه الحنيش لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم آل ثاني وطالب بن فرج بن أهليل المري، من يتولى عملية تضميره. نرجع وإياكم الروح مع الشعار، الشعار الأدعم، شعار هجن الشحانية، هنا مع المبدع حمد بن علي بن حلفان المري. سلام 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 لهجن الشحانية، سلام. شوفوا يفتتح الكيلو المتر الأخير ويباعد المسافة بكل أريحية مشاهدينا الأفاضل، بكل أريحية تامة. هذا هو الشوط، هذا هو الشوط السادس، سلام، مات ستغادر وستذهب إلى هذا الشعار الأدعم، إلى شعار هجن الشحانية دائما وأبدا. هذا الشعار مميز، يا سلام يا المبدع، يا سلام يا حمد بن علي بن حلفان المري، يا سلام. الله، انحكرت هذه الأشواط الستة الأولى مشاهدين الكرام مع هذا الشعار ومع هذا الشاب المميز حمد بن علي بن حلفان البري. نعم، هذا هو مشاهدينا الأفاضل، الأسد ينقض على المقدمة ويفترس الناموس افتراس ممتاز بدون أي تعليمات أوامر. إذن أيها الإخوة المتابعون في كل مكان، هذا هو الأسد مشاهدينا ومتابعينا أينما كنتم، يا يفوز معنا بهذا الشوط، ومشكور يا بن حلفان مشكور. هذا هو الأسد، هذا هو الأسد يحمل هذا الشعار المميز، شعار هجن الشحانية اللي شاهدناه حصد 16 رمزا في مهرجان سيدي سمو الأمير. يا سلام، بإذن الله تعالى ستشاهدون هذه الأسماء لهذا السن الصغير بإذن الله في الموسم القادم في أشواط حساسة ومشهودة. هذا هو الأسد، تهانينا والناموس لهجن الشحانية، التهنية موصولة لك يا أبو شهاب حمد بن علي بن حلفان المري. المركز الثاني وصل فيه الحنيش لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم آل ثاني، والمركز الثالث شاهين وصل على المركز الثالث لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني، والمركز الرابع فوصل فيه الواعي لسعادة الشيخ محمد بن خليفة بن سعود بن ثاني آل ثاني، والمركز الخامس وصل فيه
جياش لسعادة الشيخ سعود بن فهد بن عبد العزيز آل ثاني. تهانينا والناموس لجميع الفائزين مشاهدينا ومتابعينا الكرام. هذه كانت نتيجة هذه الأشواط الماضية. الأشواط الماضية هي 6 أشواط انقضت، وشاهدنا وإياكم هذه النواميس التي سجلت لهذا الشعار، شعار هجن الشحانية، ومع هذا المضمر المميز حمد بن علي بن حلفان المري المبدع دائما وابدا. كما تشاهدون هذا ملخص هذا الشوط، تشاهدونه امامكم مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان على قناة البدع الفضائية الناقلة لهذا السباق المحلي العاشر. نشاهد واياكم حضور جماهيري وحضور ايضا مميز من هذا الجمهور القفير المحب لهذه الرياضة العربية الأصيلة. 4 دقائق و31 ثانية، 52 جزءا من الثانية، هذا هو توقيت الأسد. تهانينا والناموس للمرة 6 على التوالي لهجن الشحانية. التهنئة موصولة لحمد بن علي بن حلفان المري. المركز الثاني وصل فيه مشاهدينا ومتابعينا الكرام الحنيش، قطع المسافة في 4 دقائق 35 ثانية، 28 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن فالح بن محمد بن جاسم آل ثاني، طالب بن فرج بن هليل نهنيهم. المركز الثالث فوصل فيه شاهين، 4 دقائق 36 ثانية، 22 جزءا من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ تميم بن عبد الله بن خليفة آل ثاني. التهنئة موصولة لحمد بن علي بن جرحب المري. انتظروا وإياكم انطلاقة شوطنا السابع بعد لحظات.